السلام عليكم. تم مؤخرا في هذا الأسبوع انطلاق في أولى العمليات التجريبية للتليفيريك نتاع وهران، وعند حسب الصور اللي عندنا كل الخط نتاع التليفيريك، يعني الأسلاك، كل النظام يعني الميكانيكي نتاع التليفيريك هذا قد تم إنجازه، والمحطات كذلك. ما يبقى إلا العملية هذه تاع التجريب، الأوزان كذلك، وتجريب الكابلات، في انتظار الافتتاح الرسمي لهذا المعلم الحضاري لمدينة وهران، الذي تم أعيد يعني فتحه وترميمه وتجديده مع المحطات نتاع السياحية في جبل مرجاجو، كجامع عبد القادر الجيلاني في أعلى الجبل، ثم عندنا قلعة سانتا كروز، وكذلك الكاتدرائية نتاع سانتا كروز تابعة لها. إذن مبروك للوهران ومبروك للجزائر، والسلام عليكم.